يقول هل الصيام والعبادات الأخرى والصدقة مضاعفة في مكة إلى 100,000؟ الذي ورد في الصلاة، صلاة في مسجدي هذا يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، هذا ورد في الصلاة. أما بقية الأعمال الصالحة لم يرد فيما أعلم فيها شيء، لكن معلوم إن الطاعة في الحرم أفضل من الطاعة خارج الحرم. نعم.